دايما بتتشكل ثقافتنا من خلال البيئة والمجتمع اللي بنعيش فيه، زي ما بتتشكل أذواقنا من خلال الطبيعة اللي حوالينا، وده بينعكس على عالم الديكور المليان بالجماليات والطرازات الرائعة المستوحاة من ثقافات وتراثات الشعوب. النهاردة هنتكلم عن طراز غني جدا ومتنوع ومليان، في تفاصيل كتير بتميزه ببساطته وجماله، وهو الطراز الإنجليزي الريفي. تعالوا نشوف. الطراز الإنجليزي الريفي المعروف ببساطته وجمال أناقته، واللي بيتميز بسهولة تنفيذه وبقلة تكلفته. من أبرز عناصره وأشهرها هما الخشب والزخارف وصناعة الفخار. الطراز اللي بيستوحي تفاصيله من التراث الإنجليزي والأعمال الحرفية والمزارعين في الغرب. كمان اللي بيميز الطراز ده إننا نقدر نستخدمه تقريباً في كل المساحات في البيت والمقاهي وكمان في الأماكن العامة. كمية الإبداع في استخدام هذا الطراز ملهاش حدود، كمان تقدري تعمليه بنفسك وتحطي بصمتك الشخصية عليه. الطراز الإنجليزي الريفي ظهر في الفترة التاريخية من القرن 19 في منطقة الغرب القديمة، وبدأ في التطور واستخدامه بكثرة في وسط قرن 21. من أبرز سماته هو استخدام الخشب في التأثيث، ومن أهم أنواع الخشب المستخدم فيه هو خشب المهوجني وخشب البلوط والقماش المزخرف بالزخارف النباتية والأزهار والألوان الهادئة، وكمان ورق الحائط المزخرف والسجاد اللي بيحتوي على تفاصيل كثيرة. الطراز الإنجليزي بيهتم بالتحف الصيني والفن الكلاسيكي. من جماله وبساطته إنك تقدري توزعي التحف في كل مكان وبأشكال مختلفة ولكن متناسقة. لو كنت من الأشخاص اللي بيهتموا بوجود الراحة في الهدوء في المنازل، فالطراز الإنجليزي الريفي هو الاختيار المناسب لبيتك وتقدري تبدعي فيه من كل النواحي. فلو كنت عاوزة تصممي غرفة الجلوس بالطراز الإنجليزي الريفي، فتقدري تستخدمي الخشب والزخارف والألوان الهادئة وتوزعي التحف على المكان. تفنني بالمخدات والكراسي وكمان تنوعي في أقمشتها. الألوان الهادية ملهاش حدود وتدرجات من كل لون، فتقدري تختاري الألوان اللي بتريح عينك، وكمان تقدري تستخدمي ورق الحائط المزخرف والمتناسق مع ألوان الحوائط. اختاري التحف والفخارات بدرجات كونتراست، أي متضادة مع لون الحائط، علشان تكون النقطة المحورية في المكان، ووزعيها بشكل بسيط في المكان علشان تدي انطباع مريح.